لك عبد المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. ترى هل تحزن حينما لا يجاملك الأصدقاء في مناسباتك الخاصة أو هذا يفرحك؟ هذا ما سنشاهد. قصة حياتي ضامنها بإيدي، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني، ضمان في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. يسعدني أن أتقدم بالشكر لكل مشاهد ومشاهدة بيتواصلوا معنا. بنكون سعداء جدا أن نستلم رسائلكم أحبائي المشاهدين بكل الطرق، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق اليوتيوب، قناتنا على اليوتيوب، أو تعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك، وأيضا تراسلنا، ارسل لنا قصة عجبتك أو قصة حياتك لتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة واحدة من قصص الرائعة اللي أثرت وما زالت تؤثر في حياتي شخصيا، قصة بعنوان حياة أبو فروديتس. وحياة أبو فروديتس قصة مأخوذة من العهد الجديد، من رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في فيليبي وأصحاح 2 ومن عدد 25. سأقرأ لكم من كلمة الله ثم نحكي القصة، ويعطينا الرب كلام مهم جدا عن هذه الشخصية المؤثرة عبر السنين الطويلة، أرجو أن تكون مؤثرة فيك عزيز المشاهد، أخت المشاهدة. يقول كتاب باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. ولكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أبو فروديتس أخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي، إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما لأنكم سمعتم أنه كان مريض. مغموم عشان عرفوا انه مريض، مش انه ما زاروش، شخصية عجيبة. فانه مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه، وليس اياه وحده بل اياي ايضا، لئلا يكون لي حزن على حزن. فارسلت اليكم باوفر سرعة حتى اذا رأيتموه تفرحون انتم ايضا، واكون انا اقل حزنا. فاقبلوه في الرب بكل فرح، وليكن مثله مكرما عندكم، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يكبر نقصان خدمتكم لي. وفي آخر رسالة إلى فيليبي مكتوب: كتبت إلى أهل فيليبي من روميا على يد أبو فروديتس. قصتنا النهاردة عن هذا الخادم العظيم أبو فروديتس، اللي أخده الرسول بولس كمثال للتواضع ومثال للعطاء. رسول بولس كان في السجن في روميا، والإخوة أساسا كانوا فقراء في فيليبي، لكنهم كانوا أسخياء جدا، يعني أكتر فقراء ماديا هما أكتر أسخياء. وعلى فكرة دايما التاريخ يعيد نفسه، بتلاقي دايما مش بغعيب في الأغنياء، بالعكس في أغنياء أسخياء، بس أنا بمدح الفقراء الأسخياء لأني شفت قد إيه بيشاركوا. ولازم هنحط برامج لسه، يعني مش عارف أحرق القصة، يعني كنت في قرية لسه بيبنوا فيها كنيسة، والست معاها حوالي 20 بيضة، فقالت أنا كل ما تمتلكش إلا 20 بيضة. فقالت أنا ساكنة في زي حجرة كده بتنام على الأرض، فقالت أنا هبيع البيض. يعني سألت الأخ لسه الأسبوع اللي فات، سألت الأخ اللي هو مسؤول عن بناء الكنيسة، قالت له أنا عندي 20 بيضة دول كل ما أملك، عايز أديهم لربنا. تاخدهم بيض تأكل الناس اللي بيشتغلوا في الكنيسة، ولا أبيعهم وتاخدهم فلوس، ولا أبيعهم واشتري شاي أشرب الناس بدول؟ أبو فروديتس وإخوة فيليبي، كان هو من فيليبي، كانوا كلهم من الأسخياء، عملوا تقدمة للرسول بولس، بس المشكلة مين يوصلها روميا؟ وكان السفر خطر جدا وقتها. أبو فروديتس قال أنا لو مت هخاطر في سبيل ربنا، هو بيخدم ربنا في الرسول بولس،
يعني شعر انه من يقول كده من اجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه، يبقى هو اعتبر انه توصيل الفلوس للرسول بولس الخادم الرسول في السجن في روميا دي خدمه للمسيح. اخذ الفلوس وسافر، وفي الطريق مرض شديد، لا كان في موبايل ولا انترنت ولا ايميلز ولا حاجه. على ما وصل روميا كان في حاله الموت وربنا شفاه. الاخوه في فيليبي سمعوا انه أبفروديتس مريض، حزنوا جدا. أبفروديتس سمع ان الاخوه بتوعه سمعوا انه مريض، فمش فرح، قال ياه عشان يحسوا بالبطوله بتاعتي. اتغم خالص، قال انا خايف على مشاعر اخواتي في فيليبي، يا ترى لما سمعوا ان انا تعبان تلاقيهم ما بيناموش الليل، تلاقيهم بيبكوا بدل ما ابقى سبب فرح ليهم. ايه المستوى ده؟ يعني انا اعرف شخصيا ناس كتير سابت الكنيسه، ليه عم بطلت تروح الكنيسه؟ يقول لك علشان الاخوه ما زارونيش او القسيس. لا، ده مش حزن انهم ما زاروهوش، ده حزن ان هم سمعوا انه مريض. وطبعا وصل الرساله وربنا شفاه، وهو الكاتب يعني كان بيمليه الرسول بولس وكتب رساله فيليبي. ساستكمل معك هذه القصه العظيمه، قصه حياه أبفروديتس الخادم الروعه، بعد ما نستمتع بترنيمه ولا اروع من مرنمنا الجميل سامر بطرسه، والعزف الحلو مع بيتر انيس. ابقى معي الى ما بعد الترنيمه. قلبي اسير نعمتك وعملها في قلبي حياتي، ده أنا مديون لرحمتك من بدايات النهايات. جبتني من المزابل وصنعت لي اسمك جديد، وكنت راجع بل لي ضمن العبيد. قلبي أسير نعمتك. أنا قلبي أسير نعمتك. رهين كلمتك وجهني منين ما تريد، ده أنا مشتاق في سكتك صوتك في حياتي يزيد. قلبي رهين كلمتك وجهني منين ما تريد، ده أنا مشتاق في سكتك صوتك في حياتي يزيد. أتحرك وأنا شايفك ببساطة عين عرفك، وعيش لك وأنا خايفك بقداسة ناس عايزاك. قلبي رهيب كلمتك. أنا قلبي رهيب كلمتك. قلبي شهيد خدمتك وأضيع فيها الغالي، أعلن اسمك وفديتك وصليبك وانت
هاجم حالي، قلبي شهيد خدمتك وأضيع فيها الغالي. أعلن اسمك وفديتك وصليبك والجرحالي، يدي على المحراب وبالتانية بمسح دموعي، ناسي كل اللي فات وصواب عيلي أجلك شموعي. قلبي شهيد، قلبي شهيد، قلبي شهيد خدمتك. أنا قلبي شهيد، قلبي شهيد، قلبي شهيد خدمتك. قلبي منامجيتك ويكون في سراج الزيت، مع حكيمات بيعتك كعذارة لازمنا البيت. سهري اللي اسمك بغني ونشيد بجر نشيد، وفوق هيبقى انت بفرح أبدي وأكيد. سهري لاسمك بغني ونشيد بجر نشيد، وفوق يبقى التغني بفرح أبدي وأكيد. قلبي منى، قلبي منى، قلبي منى بجيتك. أنا قلبي منى، قلبي منى، قلبي منى بجيتك. أنا قلبي منى قلبي شهيد خدمتك، ودوب وضيع وأذبح فيها الغالي. صحيح، كانت هذه الترنيمة الرائعة مع الصوت الجميل الرائع القوي أخويا الحبيب سامر بطرسة، والعزف الرائع مع بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة حياة أبو فروديتس، هذا الخادم الرائع اللي قبل خدمة بسيطة في نظر الناس لكنها خدمة اعتبرت تماما في الكتاب انها للمسيح، واخذ الفلوس التقدمه وذهب بها الى روميا عاصمه الامبراطوريه الرومانيه في هذا الوقت، وتعرض للموت ولكنه نجي باعجوبه من الموت. لما الاخوه سمعوا بتوع فيليبي حزن لانهم عرفوا كده وربنا شفاه، وهو كاتب رساله فيليبي. رساله فيليبي كتبها الرسول بولس بس كان يمليه وكتبت على يده. وعايز أشاركك في 7 نقاط سريعة، ما تخافش، بسرعة شديدة. أول كلمة عايز أقولها لك، أبو فروديتس والاتضاع الأمثل. رسالة فيليبي بتكلم عن الفرح. واحد من الأربعة، أربعة في رشدة الفرح في فيليبي كل أصحاح، في دواء، دواء لمسببات الحزن. في أصحاح 2 الدواء لمسببات الحزن التواضع، وذكر الرسول بولس 4 أمثلة للتواضع. ذكر الرب يسوع المسيح في فيليب 2:5-7، كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله، أخلى نفسه. ثم ذكر نفسه الرسول بولس نفسه كصورة للتواضع، قال أنا انسكب على ذبيحة إيمانكم، يعني دايما السكيب أقل من الذبيحة. ثم ذكر تيميساوس الذي يهتم بالإخوة أكثر من اهتمامه بنفسه. والرابع اللي ذكره في كمثال الاتضاع هو أبو فروديتس، الإبل يخدم الخدمة الصغيرة. الاتضاع الأمثل وأجمل فضيلة يحبها ربنا، وانت
لما تلاقيها في شخص تنبهر هي التواضع. يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. النقطة الثانية، يبقى النقطة الأولى أبوفروديتس هو الاتضاع الأمثل، النقطة الثانية أبوفروديتس هو الجمال الأفضل. كلمة أبوفروديتس الاسم جاي من أبوفرودايت اللي هو إله الجمال عند الأغريق، وهو جميل اسما كلمة يعني اسمه جميل، وكل ما بقابل أخ اسمه جميل معنى اسمه جميل. إخوة كتير يعني عندي أصدقاء اسمهم جميل، كل واحد جميل بقول له أهلا يا أبوفروديتس. انت تقدر تقول لاي اخ اسمه جميل قول له اهلا يا أبوفروديتس. فأبوفروديتس باليوناني هي جميل بالعربي، والجمال الحقيقي هو جمال القلب وجمال التكريس. مش عايز ادخل في حاجات تضايق حد، بس مرات في سرك لا حد يسمع يزعل، مرات بقابل ناس شكلهم جميل من بره وبعيد عنك من جوه في عدم جمال بشع قباحه. انا مش بشتم كده، يقول الكتاب خزامة من ذهب حلق جميل في فنطيسة خنزيرة، خنزيرة هكذا الجميلة عديمة الفهم. يعني جميلة من بره الله الله، ومن جوه يعلم الله واحدة أو ست. فالجمال جمال القلب زي أبوفروديتس المكرس للرب، يقول لك الحسن غش والجمال باطل في أمثال 31، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. ثم الحاجة الثالثة أبوفروديتس والمشاعر الأجمل. يبقى تكلمنا عن الاتضاع الأمثل والجمال الأفضل والمشاعر المشاعر الأجمل. إيه المشاعر الأجمل؟ خايف على مشاعر الإخوة لما سمعوا أنه عيان، مع أن بصراحة أنا لو مكانه وسمع أنه الإخوة سمعوا أنه عييت وأنا بقدم خدمة للرسول بولس، ده أنا عايز أطمن يعني. للأسف أنا أقول يا سمعوا علشان يحسوا أن أنا فارس سافرت البحار وأنا هاخد الفلوس بتاعتهم ورحت للرسول بولس. هو مجرد ما عرف اغتم، ليه؟ خايف عليهم يزعلوا. يا رب مستوى رقي ما حصلش، يا رب خليني زي أبوفروديتس أقدر مشاعر إخواتي وما يهمنيش رأيهم إنهم يجاملوني وكده، يهمني بجد إن هم ما يتجرحوش. مستوى رائع. ثم الحاجة الرابعة أبوفروديتس والجندية الأعدل، يقول لك المتجند معي. حياة الخدمة المسيحية مش حياة ترفيه ولاكشري. والرب كده قال للشخص اللي هيتبعه، قال له للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسد رأسه. المتجند معك، افتكري أختي اللي حتى لو بتخدمي في مدارس الأحد، افتكري إن الخدمة المسيحية جندية زي ما الرسول يقول، رسول بولس يقول لتيموثاوس كجندي صالح ليسوع المسيح. الحاجة الخامسة أبوفروديتس هو المخاطرة الأثقل، من أجل عمل المسيح خاطر بنفسه. في ثلاث أنواع من التضحية، تضحية بالمال ثم تضحية بالوقت وأهمهم، والتالتة تضحية بالجهد، وأهمهم التضحية الرابعة بالنفس. أربعة، ده خاطر بنفسه، قال لك أموت تموت. طب يا عم تموت ليه؟ قال لك حتى علشان أوصل فلوس الرسول بولس. أيوة بس أنت لو رايح تقابل المسيح ماشي، تموت لأجل خادم؟ ألا ما أنا بس مش لأجل الرسول بولس. اسمع ماذا يقول الكتاب، من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يكبر نقصان خدمتكم لي. أي خدمة حتى لو بتمسح الكنب بتاع الكنيسة وبتخاطر فيها لأجل المسيح إنها مخاطرة لأجل المسيح مش لأجل الكنيسة ولا لأجل بولس. ثم أبوفروديتس والرحمة الأفضل، الحاجة السادسة رحمها الله. أي إنسان مخلص زي كده بيتمتع برحمة رحمها الله، ليس هو فقط بل لي أنا، قال الرسول بولس. ثم أخيرا أبوفروديتس والإكرام الأمثل، ليكن مثل هذا مكرما عندكم لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه. وعلى فكرة أحلى حاجة إن اسمه مكتوب في رسالة فيليبي، وهو الكاتب لرسالة فيليبي، وفي آخر رسالة المحبوبة لي جدا، ويقول له أطلب منك يا شريك المخلص ساعة هاتين اللتين جاهدتا معي بالإنجيل اللي هي أفودية وسنتيخي. طبعا طبعا مكرما علشان خاطر. على فكرة التكريم في الحياة المسيحية مش للمنصب إنه رئيس طوائف، مش لا لا لا، التكريس في الحياة المسيحية، التكريم في الحياة المسيحية لمن خاطر بنفسه لأجل المسيح. هو ده المستوى. يعني يا ناس مناصب وكراسي بس ما بتخاطرش لأجل المسيح، ده ما ينطبقش عليه الآية. لكن ينطبق عليه الآية ليكن مثل هذا مكرما. ليه؟ لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت
مخاطرا بنفسه لكي يكبر نقصان خدمتكم لي. ساعدني يا رب أقول مع الرسول بولس قديما: لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي. ساعدني يا رب أن أخاطر مخاطرة محسوبة، مخاطرة رائعة، وأنا ماشي وراك بخدمك أصغر الخدمات، وأنا يا رب بغسل رجلين الإخوة، وأنا يا رب بقضي اجتماع صلاة للصبح، وأنا رايح الكنيسة مسافة طويلة يا رب أنا بخاطر وعارف إن في مخاطر في الشارع، لكني أنا بعمل كده من أجل عمل المسيح. هذا هو أبو فروديتس. أعد لك الكلمات بسرعة جديدة: أبو فروديتس هو الاتضاع الأمثل، أبو فروديتس هو الجمال الأفضل، أبو فروديتس هو المشاعر الأجمل، أبو فروديتس هو الجندية الأعدل، أبو فروديتس هو المخاطرة الأثقل، أبو فروديتس هو الرحمة الأشمل، أبو فروديتس هو الإكرام الأكمل. أتركك في رعاية الله وأنت في مكتوب ناظرين إلى نهاية إيمانهم إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. أتمنى لي أن أكون زي أبو فروديتس، وأتمنى ليك أنت كمان حياة مليئة بالتكريس والتضحية لأجل عمل المسيح. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة مخاطرة لأجل المسيح. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيلي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. الجمال الحقيقي مش جمال من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، كخزامة من ذهب في فانتيسة خنزير هكذا المرأة الجميلة العديمة الفهم. الجمال الحقيقي هو جمال التواضع زي أبو فروديتس. أروع وأعظم تضحية هي التضحية لأجل عمل المسيح، ودي أساس الإكرام. الإكرام الحقيقي للشخص اللي بيخاطر لأجل المسيح، مش للي عنده منصب في الكنيسة.